السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني منورين الدنيا كلها، منورين أماني ومطبخ أماني، يا أهلا بيكم. النهاردة يا حبايبي جاية لكم زي ما احنا شايفين كده بفيديو مشتريات. المشتريات دي كانت أونلاين، إن شاء الله هنشوف نظام الأونلاين عامل إزاي وإزاي اشتريت والأسعار إن شاء الله وبياخدوا قد إيه. تمام كده، وهقول لكم كمان رأيي الأونلاين ده كويس ولا لا. طيب دلوقتي نشوف أول حاجات البسيطة ديت، زي صينية تسالي كده اهي بالشكل ده. أنا كنت عايزة الحقيقة اللي هي بعيون كتير علشان تفيدني، يعني إذا كنت أعمل فيديو كده أبقى محضرة مكونات فيها وكده، بس لقيت ديت دي واحدة فشار، واحدة سوداني تحطي لب كده، يعني هي صينية تسالي، بس انا ان شاء الله هجيب واحدة اللي هي بعيون كتير بإذن الله. دي كانت ب15 جنيه. جبت كمان ستيكر للبوتاجاز اهو دوت، جبت 2 منه، ده الواحد ب5 جنيه، بيتحط في جنب البوتاجاز اللي عنده مثلا السيراميك، يعني اللي عنده مثلا السيراميك جنب البوتاجاز على طول، فبيتحط الايه اللي هو النوع دوت. تمام كده، اللي هو بنقشه كده. وجبت كمان استيكر اللي هو بقى ايه، مش استيكر، لا ده اللي هو بيتحط، اللي هو الالمونيا اللي بيتحط على وش البوتاجاز من فوق، جبت واحد. دلوقتي تخيلوا بقى ب15 جنيه، كان من الاول بنجيبه ب10 جنيه. وجبت كمان اللي ده لظهر البوتاجاز نفسه، الازاز بتاع البوتاجاز دوت، كان جبته امبارح بكام، ب6 جنيه، اللي هو البوتاجاز الكبير ب6 والصغير ب5. تمام كده، دي الحاجات بس اللي خاصه بالبوتاجاز والمطبخ. طيب نيجي بقى للمضرب اللي كتير بيسألوني، يا أماني المطبخ ده ماركته ايه وجاي منين، يعني جايباه بكام وكده. المضرب ده كان جميل قوي من نوعه، مش عارفة انتوا المضارب، يعني المضرب اللي عنده مضرب عنده الحتتين دول ولا لا. طبعا دول المتعارف عليهم العادي اللي هما العاديين يعني، انما دولت كانوا معاه اللي هما بيقولوا عليهم دول عجان، ماشي. لقيت معاه الحتتين دولت، السلاحين دول، دول عجان مع أسلحة المضرب العادي اللي هي دي. تمام كده، بعجان لسه بصراحة ما استخدمتش العجان بتاعه، أنا بستسهل بعمل بالمضرب على طول، يعني اللي هو ايه اللي هما دولت اللي احنا واخدين عليهم يعني. تمام كده، بقيت بقى المضرب اهو، هو يا حبايبي جميل قوي قوي بصراحه. برضو ده كنت جايباه اونلاين، طلبته من جوميا اهو، دي ماركته هي جروهي دي. بصوا يا جماعه، انا عايزه اقول لكم ان الحاجات اللي ديت بتبقى حظ والله، يعني انا جبت شفاط توشيبا، توشيبا اتحرق ما قعدش معايا، ما استحملنيش. جبت واحد تاني ملوش ماركه زي كده، برضو ماركات العاديه دي، عايش معايا والله بقاله دلوقتي بتاع 4 سنين الشفاط بتاع المطبخ، فيعني ما اشترطش حكايه الماركه دي على فكره، انت اللي يعجبك اشتريه واتكلي على ربنا، والله عدتها كده يعني. لقيت ان مش شرط اللي هو مش شرط تكون ماركه معروفه يعني. طيب اكبر حاجه بقى انا فرحانه بيها النوفال، جبت طقم نوفال اهو زي ما احنا شايفين الماركه بتاعته اهي، يا رب تكون باينه اهي نوفال. ده كان عباره عن 3 حلل وطاسه اللي هي ديت، مقاس 20 الطاسه، هنقول سعره برضو وهقول لكم دفعت قد ايه. طاسه مقاس 20 وصينيه جميله جدا، الصينية دي مقاس 24. تمام كده اهي، وهنا اهي دي الحلة الكبيرة بقى، الكينج بتاعتهم دي،
نوفال اهي، الماركة اهي النوفال ديت، دي مقاس الحلة الكبيرة بأربعة، مقاس 24، تمام كده، مقاس 24، ودي الجميلة دي مقاس 20 اهي، جميل جميل قوي يا جماعة. هو مكتوب 20، مش عارفة واضحة ولا لأ عشان صودا للحلة اهي، مقاس 20 ماسكاه بالمشقة اهي، مقاس 20، تمام كده، جميلة قوي قوي اهي، بصوا ومكتوب نوفال اهي، بس مزغللة شوية اهي، نوفال على الحلة من تحت زي ما احنا شايفين كده، تمام، حلوة قوي قوي بصراحة. طيب ايه تاني ما عملناهوش؟ يبقى دي محل 24 ودي مقاس 20، دي الحلة بقى الصغيرة الجميلة بتاعتنا اهي، دي مقاس 20، لا دي تقريبا 18، مقاس 18، يعني شوربة ملوخية، تحمري كبدة، تعملي سجق كده، يعني نريح الطاسات شوية تستخدمي دي. انا ما قلتش تمن المضرب، هنقول بقى الاسعار. المضرب الكهربي بتاعي دوت كنت جايباه بحوالي 350 جنيه بس، ما انا بقول لكم والله، وشغال معايا زي الفل الحمد لله، ربنا يبارك. جميل قوي قوي المضرب دوت بصراحة، حلو ونفعني جدا جدا، عشان بس حبيبتي اللي سألت، انا شغالة بيه على طول في الفيديوهات. كنت ساعتها دفع مصاريف شحن كنت جايباه لوحده، يعني لا تذكر، يعني مش عارفة بتاع 15 جنيه، و350، لا هو 350 بالشحن كمان. والطقم النوفال زي ما احنا شايفين كده بصراحة، صينية اهي، صينية، بص الصينية جميلة ازاي اهي، ده عجبني، كنت بقى قاعدة بفتش في النت كده، وبعدين لقيت بقى دوت، ولقيت سعره حلو والله، جميل قوي يعني، لما تسمعوا سعره مش هتصدقوه. صينية والطاسة ديت مقاس 20، وقلنا الحلة الكبيرة ديت مقاس 24، ودي مقاس 20 اللي هي الوسطانية، والأخرانية خالص ديت مقاس 18، حلوين قوي 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 مشترياتي بصراحة، انا فرحانة بيهم. على فكرة انا بفرح بمشتريات المطبخ اكتر، اهو بالشكل ده، ودي الكرتونة اللي جالي بيها الايه الطق اهو، زي ما احنا شايفين مكتوب عليها نوفيل والماركة بتاعتها، تمام كده اهي، بس كده. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، جبنا حاجات للبوتاجاز يعني برضو تغيير، يعني الحاجة والله عندي يعني انا اصلا بغسلها، فكل كتر ما بغسل ظهر البوتاجاز حتى لو هو عليه ستيكر طبعا بغسله، اللون بيروح، فتغيير بقى حتى لو هو نضيف، بس برضو غيري منظر غيري شكل، فجبت له ستيكر وجبت لجنب البوتاجاز حاجات زي ما احنا شايفين كده، برضو احتجت حلل، والله ما انا مش بشتريش حاجة مش محتاجاها ابدا، فاحتجت الحلل دي والطاسات، صراحة عندي طاسات كتير، برضو تيفال ونوفال وتروفال وكل الانواع. رأيي ايه بقى في الاونلاين بصراحة؟ هو بس عيبه بقى التأخير دلوقتي، يعني بتطلبي الحاجة بتقعدي بتاع 10 ايام وزيادة عقبال ما تجيلي، بس هي دي المشكلة. انما اللي يعني اللي هو ايه كان تبع جوميا تقريبا، فالدوت الطقم ده ب 500 جنيه، مش هتصدقوا سعره، اه فعلا والله ب 500 جنيه، 3 حلل وطاسه وصينيه، يا بلاش بصراحه، لقيته حلو طبعا، نوفال ماركه معروفه، فطلبته بصراحه على طول، بس قعد بتاع 12 يوم عقبال ما جه، واكتر كمان والله، هي دي المشكله. فبقى طعمه يعني تمنه 500 جنيه مش وحش، هيمشيني في المطبخ كتير برضو،
وازود بيه. انا كنت جايبه قبل كده تروفيل، مش نوفيل، نوفيل شركه وتروفيل شركه. تروفيل حلو ما فيش اي مشكله، ولا بس كنت بعمل في الحله بشاميل والمضرب. نسيت خالص ان هي المفروض بتتقلب بمعالق خشب او سيليكون، اي نوع من الانواع التيفال والحاجات ديت الا الجرانيت. الجرانيت هو اللي مش بيبوظ، دي معلومه يعني حبيت اقولها في الفيديو. الجرانيت ده مش بيبوظ من اي حاجه تقلبي بيها، مش مشكله معدن. انما النوفال والتروفال والتيفال وكل الحاجات دي، المضرب ده اللي بالكهرباء غلط عليها، هو اللي ايه جرحالي شويه. فبصراحة زعلت يعني، بس كانت غلطة غير مقصودة. المفروض كنت نقلت البشاميل اللي في حاجة تانية وضربته بيه. المهم فقلت يعني أنا فعلا الحاجات دي محتاجاها في المطبخ، فاشتريتها والحمد لله. وطبعا الحاجات اللي أنا مستغنية عنها بطلعها، يعني مش برميها، لا بطلعها برضو لوجه الله، لأني طبعا أي حاجة زايدة عن حاجتك اتصرفي كده، عشان ربنا يبارك لك في الجديد كمان. تمام، يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. طقم النوفال بتاعي النهارده والمضرب اللي حضراتكم كنتوا عاوزين تعرفوا بكام وبستخدمه ازاي وكده، ومضرب بعجان كمان يا بلاش جميل قوي. وشوفنا استيكر البوتاجاز والاسعار الجديده بتاعتهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو اول مره بتشوفي قناتي، اشتركي في قناة مطبخ أماني وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسوش اللايك.